هو مفيش دكتورة ست هنا؟ لا في. ماشي هستناها. تعالي يا دكتورة منار. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت. انا عرفت ان بيتباع عندكم، يعني حاجة كده مستوردة. ايه هو، دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟ اصلا انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيك. فهمتي؟ لا انا اسفه ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجه صيني ب 300 جنيه. صيني صيني. سلام. وبعدين بقى يا بنتي فكي وشك، حرام عليكي. ايه ده، افرضي سحنتك بقى، ده منظر عروسه ده؟ ده انت ولا اللي رايحه تقابل عشماوي. اضحكي يا ستي مثلي. ما تسكتي بقى يا غن. الله، ما انت شايفه جوزها اللي ممدود شبرين. مش دعوه بيها، ما تتريقيش على اختي، فاهمه؟ وانت يا حبيبتي ما تخافيش، وزي ما قلت لك بالظبط، انت تعوزي وهو ينفذ. حستك عينك تعملي حاجة انت مش عايزاها، فاهمة؟ يا اختي اهو جاي. يلا يا اختي يلا يلا. وبالمرة نلحق كمان نجيب بطاقتي وتودي للراجل فستان. طيب يا اختي. مساء الورد. ازيك يا عريس؟ زي الفل. عبالك عبالك. الله يخليك يا اخويا. النبي امان عليك. البيت البيت بعناية. واحدة واحدة عليها يا اخويا. الله يرضى عليك. يلا يلا، مع السلامة. طرقوني. مع السلامة يا اخويا. يلا يلا. انت بتتزوق على ايه؟ انا جاية لكم بكرة الصبح. يا ويلا يلا بقى. ما تنساش تقفل الشبابيك يا مفضوح. يلا يلا. يا اختون فضحتينا. مبروك يا حلوة الحلوين كلهم. عسلي عسلي. تعالي تعالي خليفة. ليه مالك؟ ما تخافيش. ايه مالك خايفة ليه؟ تاكلك؟ الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. أنا عارف إن أنت ممكن تكوني مش مبسوطة، وأنا بحس وبفهم برضو زي ما أنت متخيلة. أنت عسلية، حاجة كبيرة أوي عندي، كتير قوي عليا. انا عمري ما
عمري ما تمنيت من ربنا حاجة قد ما تمنيتك. أنا من النهاردة مش هزعلك، هعمل لك كل اللي انت عايزاه، طلباتك أوامر هتتنفس. لو طلبت لبن العصفور هجيبهولك. أنا بقالي 20 سنة لا حد حبني ولا حد خاف عليا، آخر إيد طبطبت عليا كانت إيد أمي الله يرحمها. ساعتها نسيت معنى الدفى، نسيت معنى الحنية، نسيت إن أنا بني آدم أصلا. أنا مش وحش يا عسلين، أنا مش وحش. عارفة أنا دلوقتي أخش أحضر لك العشاء، عارفة ليه؟ عشان أفضل طول عمري أقول لكل الناس إن في ليلة دخلتي حضرت العشاء لمراتي. عشان أنا اتجوزت أحلى ست في الدنيا. عسلية لولوز لولوز اختك على الباب، مفتاح لها سلام ومفتاح لها بعد كده تعالي نامي. يلا يلا حبيبتي يلا يلا. بقول لك ايه، نفضي لها؟ لا ما صحش اسيبها واقفه على الباب كده، نفضي لها ما تقف شويه، لازم افتح لها. ايه ده ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ اللي يشوفك امبارح وانت خايفه ومرعوبه ودمك هربان ما يشوفكيش النهارده وانت منوره وزي القمر. بنت انت كويسه؟ طبعا فيري نايس. ما انت شايفه جمالها، ده احنا سيبناها امبارح عسليه رجعنا لقيناها برطمان مربى. تهدي يا اختي انت وهي بتغنوا وتردوا على بعض. انت مش هتضيفينا ولا هي بنت؟ ما تقومي تعملي لنا بقى شاي. بس بس اقعدي يا عسليه، في ايه؟ اللي عايز حاجه يقوم يعملها، المطبخ جوه عندكم، احنا قاعدين في بيتك يا فتون. هو انا جوزتها لمحامي ولا ايه دافع عنها؟ بس بس انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ قولي لي بس السكر والشاي فين وانا اعمل لكم احلى كوبايتين شاي. خليك انت، انا هقوم اعمل الشاي يا راشد. معلش بقى يا عروسه. ماشي. وانت بداتها بمعلش، امال السنه الجايه هتقول ايه؟ هنيجي نجيبه من فوق الدولاب. ما تجيش في انت وهي. بقول لك ايه؟ معكش سجارة استباحة كده من بتوع فرح امبارح؟ لا سجارة ايه؟ أنا بطلت خلاص. يا راجل ده أنت امبارح كنت تولع الحجر، تولع منه سجارة، تطفيها، تشتغل خوابير. أنت هتعمل توبت عليا ولا مكمر الحشيش عشان تبيعه وتاخد فلوس؟ بس 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 الباكابورد اللي اتفتح ده، خد يا أختي السجارة، اتفضل. أيوه كده، رجالة ما تجيش إلا بالسك. وانت سيب مين يفهم فيهم. اه بس بقولك ايه، ده اخرنا خلاص مفيش منه تاني.
انا هبطل. طب يا مبطل بقى، انا عايزه فلوس، اصلي قاعده عند غنوه يومين فمحتاجه فلوس. الله، طب ما ترجعي تقعدي في بيت يا سيدي. سيبها تقعد تغير جو يومين، واهو برضه تاخد راحتك انت والبيت. الله، مش انت الدكر بتاعنا، ما تدفع كيشني. وانا قلت لك لا مش هديك فلوس؟ انا بقول لك ارجعي اقعدي في بيتك. راشد عنده حق يا فتون، لازم ترجعي البيت. لا ما عندوش حق يا اختي. ها هتدفع ولا ايه؟ بس خلاص، وما يا بت عسل هات المحفظه من جوه. حاضر يا اخويا. شايفه شاكمها ازاي؟ اه يا اخويا دكر، شاكم البيت وماشيه ايه؟ الله اكبر عليك. اسمعي لك يا ست البنات، خد يا ست الكل. ايه ده؟ انا عايزه 500. 500 عفريت لما ينططوه؟ نعم. 500 جنيه في يومين هتدفع ولا ايه؟ ما تقول. خدي ياخد عدوينك ان شاء الله. اصطبح بقى. انت خايف منها ولا ايه؟ لا خايف ايه، انا بس اتفقت مع عسلين ان انا هبطل بعد الجواز، بس دي يعني استبحت الصباحية بس. انا عارفة انك ممكن تغوي ابليس يا فتون، بس من هنا ورايح مالكيش دعوة براشد. والنبي مراتك عندها حق او المصحف. طب بقول لكم ايه يا جماعة، نستأذن احنا، يلا يا فتون اتأخرنا. اه يا اختي نكملها على السلم. رايحين فين؟ اصب لكم الشاي. لا اصل انا يا اختي ماليش في السهوكه اللي انتوا فيها دي. خلصوا السهوكه واشربوا الشاي، عشان انا مرارتي صعبه قوي، بيجي لي حموضه. مبروك يا راشد، مبروك يا عسليه. الله يبارك فيكم، شرفتوا ونورتوا. مع السلامه يا اختي. مبروك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. مع السلامه. مع السلامه. ده هو نفس واحد بس، انا اقدر ازعلك برضه يا ست البنات. النهارده نفس واحد، بكره سجاره، وبعد كده نرجع لقديم، واحنا ما اتفقناش على كده يا راشد. صح صح، انت عندك حق، احنا ما اتفقناش على كده. هي المفروض تبقى قطعه بنهي على طول، وبعدين خلاص ده هو يومين ثلاثه وانزل الشغل الجديد وانسى بقى كل القرف ده. معلش حقك علي، حقك علي، عشان خاطر حته صغيره، حته صغنطوط، حته صغنطوط. تليفون. شو تليفون؟ الو. ماي دارلينج، ام سو هابي فور يو. مبروك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انت اتجوزتي اللي انت بتحبيه مش كده؟ كان اسمه اي ثينك الحسن، صح؟ نو I married another man. It's a long story. I will tell you when I meet you. خلاص يا حبيبتي. تبي تركب كافيه ولا ايه اللي بتقوليه؟ Enjoy yourself, huh? انبسطي. على فكرة جايبة لك حتة كادو هتعجبك جدا. ربنا يخليكي ليا. ماشي يا حبيبتي. اوكي. يلا. باي. مع ألف سلامة. ربنا يخليكي. مع السلامة، مع السلامة. ايه ده؟ ايه في ايه؟ مين؟ كنت بتكلمي مين؟ دي مدام سهى. سهى؟ سهى مين؟